برافو، هنتكلم على كل ده الوقت وفي نفس الفتره عندك معلومات عن كل حاجه. يبقى القانون الاساسي في المرحله اللي احنا فيها، واتاكد ان الوقت بتاع المحاضره اول ما تمشي في شارع او في مدينه او في قريه حد بيحضر امشي صح، ومفيش مشكله لما تقف في صح، اللي هو هتمسك من صوت الحفر ده هقول طبعا انت مالك يعني، او مش مشكله بس يعني لو ما لقيتش المهندس يبقى الماكسيموم ديبت عندي هي الفاونديشن ديبت 2 فوت منسوب التاسيس من الجيران. اذا كده حلو هو ضعف بالذات المهندسات هيحلوا بسرعه خلاص اللي انتم شايفينه، لو المال عيط شويه خلاص اقف واللي انت عايزه. لا بدايه ليه؟ منسوب التاسيس ليه؟ لان ساعات بتيجي منشات قائمه بيبقى منسوب التاسيس بتاعها قرب متر 50 سم 70 سم ماشي؟ يقول لك ده الشاب الارض غاليه خلينا نحفظ 70. لا لا ما تزعلش كيلو 3 متر فجيت 32 سم اقف. كل ده بيؤدي لكوارث. يعني 2011 نهايه 2010 لسه جاي السنه الاول شغل ده في مصر بعد القرار الحق في دمياط تفكير واحد. تبع مركز الرصاص في شارع اسمه الشرباص في دمياط اكيد لو في ناس طبعا كده عارفينه. هي يا جماعه خير عند الكوبرا على طول. العيله بيت قائم مد الكيف بقاله مثلا حوالي سنتين ثلاث سنين وعلى عمق تاسيس مثلا مترين ده بتاع راسي بنفس قصه. جيل اخر هو مهندس كبير يعني فوق 50 سنه اللي كان ماسك الشغلانه جديده. بيحفر بقى هنا عايز يعمل بطنون وعايز يعمل احلال فحفر 4 متر تقريبا والبيت ده كان على مترين. بالجديد كده مثلا الناس ساكنين وقالوا سنتين واربع ادوار وكل غرفه اسره تقريبا خمس ست افراد الموجودين في كل دور. مفيش فايده. مفيش فايده؟ مفيش فايده خالص. عارف انت ماشي. كان المهندسين ده هم يحلوا عامل وعايز يحل برضه لو قصدي صبري اللي استعطفوا يعني. فجينا القطف ده حصل نزل متر بعدين متر بعدين نزل متر ونص فوق المتر بقى ثلاثه الدنيا ماشيه تمام وعايز بقى يبص على البيت الحمد لله تمام كويس. هندسه ايه؟ ده انا ببص على البيت ما اتحركش مني. ده اطفال النيابه اللي كان بيقولها يعني. انت ليه عملت كده وما تبقاش الاصول الهندسيه؟ انا نزلت متر في متر في متر وبيقول لا انزل واحده واحده مفيش مشاكل لغايه ما اخلص الحفر تمام على طول 4 متر بجوار المنزل ده والمنزل ده كان على عمق 100 متر ونص الاساس بتاعه وده على عمق مترين. والمساحات ايه خدوا بالك المساحات يعني حاجه دي 70 متر مربع لابد شقه اوضه وطين وصاله وحاجات كده ودي زيها ودي زيها نفس القصه. جيل بقى عايز يعمل احلال نازل احلال متر وعلى طول الحفار الحفار ده ومنزل هراس وشغال تمام فجاه عمال نزلت وهنا جوه الناس كلها والمنشأ ده مجانا كسر حيطان ودخل الحيطان على ناس نايمه وفيه طبعا. هنا الكلام كان حوالي ساعه واحده طول كده من المناظر يعني المحزنه طبعا لو شفتها حاجه تقشعر بقى في فوق وقدام ان في اسر ثلاث اطفال ووالدتهم كانوا لسه طالعين من المدرسه وقاعدين ياكلوا مع بعض بلبس الملابس دول طبعا غير ميتين. وشوف بقى يعني زوج مش عارف اسم العيله مشهوره هناك زوج ايه يعني بعد ما هو شوف المنظر زوج الاولاد نزل يدوب حاجه وجاي يعني نزل 10 سنين شوف قصص مأساوية خطر مهم شرف اسره كلمات حوالي 8 في العباره منهم الزوجة وثلاث اطفال ما اعرفش ان هو راجل وست ومش عارف ايه بالاضافه لاثنين باكوا هنا في العماره الثانيه دي ما زالت قائمه بس دي دلوقتي واتهزت. خطر مهندس يعني خطر الطبيب بيبقى مش واحد. شوف خطر مهندس الخطر صغير هو في حوالي 7 ارواح وللاسف شوف بقى الجنازات طالعين في وقتها فمنظر يعني صعب في الدنيا. الخطر عندي ان الاخ المتخلف اللي ماسك العماره ده بيسمي نفسه مهندس ومحبوس الوقت عموما يعني بقى له 6 سنين او حاجه وواخد 10 سنين حبس واتشطب من الفقر. خطر بسيط ازاي ازاي يعني تضحي بتاريخك وتضحي لو انت مش عارف اسال. هي المشكله عندنا ومشكله في العرب ما انتش عارف اسال
ما تبقاش مفتي، ما تبقاش امير. لا، هو ربنا يرسل، ما الناس عملوا عدل. طب هي عدت مع غيرك، انت انت لما جيت تشوف ما تعديش معاك، يعني المفروض عدت مع واحد كده وربنا صبر. فدي كارثه في الكوارث. اقصى حق لمش الاثنين ده كان الميكروبوس. انما لما نزل عطل انا ما عرفتش فايز، مفيش فايز. لا اسم الباب بقى مش مهم، معلش انا اسف. 10 ونص. فاقصى حاجه لون متر ونص، ما ينفعش نزل اكتر من كده. ماشي، لحد ينزل اكتر من متر ونص. اه البيوت بتاعتنا اللي بنتكلم عنها النهارده هي الشيت بار او الستائر السامبل. ماشي، او الاستراوس او الخوازيق السامبل. يبقى لازم يعمل تيرنج ستراكشر او حوائط سامبل تسند المنشا عشان ينزل بامان. يبقى سند المنشا ده وسند المنشا ده. اول كلمه هتسمعها في السوق يقول لك يا باشمهندس ده متكلف جدا. هتتكلف من ايه كده؟ لا انا اشوف غيرك. فانت تخبى ان اشوف غيرك كله ولا مش عاملها معاك؟ هتسافر سند ده كان بتطلع علينا في الكليه. هتسافر سند المشروع زي ده تخش لك 100000 جنيه. طب ما هو العباره دي عكس شويه، ايه المانع من السفريه؟ انت مش هتصرف في المعاد، خلينا نصرف على الاقل. ايه المشكله؟ مش تشغلش بالك. ده الشغل الصح اعمله. مفيش مشكله. يعني منشا بنعمله في مدينه اسمها الزرقاء مصفط راس يعني. عامل شغل سيستم خوازيق سادة باين ويدور لعباره 6 ادوار. اول مره تتعمل، اول مره يعني الناس تشوفها. فكل بينتقد ما هوش فاهم. طب ما انا حفر 4 متر، انا حفر 4 متر جنب الجيران ليه؟ عاملين خوازيق سادة. طبعا في ناس بتحفر 4 5 وبتتعدى. فبيتقال عليك ان انت غلط، ايه اللي هيحصل الكارثه؟ يبقى انت الصح. ماشي؟ فده مهم جدا ان انت تعرف حضرتك كمهندس لابد من سند الكوارث قبل ما هي دي فكره المشروع بتاع النهارده او فكره المحاضره. هنكمل المحاضره ونفتح باب الاسئله، بس لو في سؤال اتفضل. ايوه هي فكرتها السنه. لا لا لا، ما لهاش علاقه بالمشروع بتاعك الا اذا الناس بقى زودوا مشروع عسير. في بعض الاستخدامات للحقل دي اللي ممكن نشغلها مع المنشا التاني. بعض بس الموضوع ده جدا بقى الاناليسيس عاليه جدا وتحسب استابيلتي للمنشا مع حوائط السنه. هو انا حاسس ان كل واحد عمال يحكي خبراته عن الموضوع ده لزميلي. احنا يعني بنقعد نبدا قصص بس اعتبرها بعض المحاضرات. يعني حتى الناس اللي قدامي اه ده انا شفته انا عملت انا كده. فبلاش تخرج على حضراتك عشان يكسبوا بعض المحاضرات. طيب هنشرح دلوقتي الشيت فايلر مع تفاصيله او الستاره السادة. وطبعا هو استخدامها زي ما قلنا هي سد جوانب الحق او سد المنشات القائمه وما رجع. بس هو ده استخدامها. ممكن كلمه استخدامها دي لا انواع كتير جدا. فمنها اللي ممكن حضرتك بالاضافه لسد جوانب الحق ان يستخدم سد الطرق. ده الطريق اللي حضرتك مثلا لو مصرف او حاجه ممكن ابدا استخدم الشيت فايل هنا لسد الطرق عنده. اه بلاقي الطرق ممكن تحصل لها انهيارات نتيجه الاحمال التراس والهيد تراس ماشي عليها ترتيب السريس الكنبيه بس من جوانب الطرق. مفيش مشكله فيه. ممكن المشايه اللي عندنا دي لو انا مشيت الليفل تعالى بالمنظر ده. ده طريق ماشي عليه على عربيات اهو. وده طريق تاني مثلا ممكن تحت يبقى نهر النيل نفس القاعده بتاع المشايه. ده يبقى محتاج هنا شيت فايل وممكن ده يبقى محتاج شيت فايل. ده دي استخدامات الشيت فايل. ممكن الشيت فايل بتستخدم تحت الدارس السيدور زي ما قلنا في الجراف كونستيوشن. ممكن تحط عشان ايه؟ يقلل الابلك. ده استخدام بس مش بتاع النهارده. انما انا بتكلم على ضرب من السكان سنة الاجنبي في المنشات القائمه. لو هتعمل مضروب او تنزل تحت من سوق التاسيس يبقى لازم تستخدم شيت فاير. لو هتنفذ منشات بالمنظر ده، لو هتنفذ مثلا تمرين ترع او قنوات مكشوفه او حاجه ممكن تشكل بعمليه استخدام شيت فاير عشان تسند الجوانب لان توفر مساحات. تمام؟ يعني ايه توفر مساحات؟ يعني ممكن تشكل ميل بالمنظر ده. ده اسمه ميل خاص، ميل كبير. فيحصل انهيار بالاسلوب اللي احنا درسناه السنه اللي فاتت. فده هيبقى عن سيف. فعشان تخليه سيف ممكن حضرتك ايه؟ نستخدم شيت فايل او نستخدم شيت فايل. يبقى انت تشكل اي شانل عندك باي طريقه باستخدام ايه؟ الستائر السادسه وطريقه تصميمها زي ما هنتكلم النهارده ان شاء الله الخطوات التفصيليه بتاع التصميم. يبقى ده استخدامات الموضوع النهارده الشيت فايل او الاستراوس.
الخامات بتاعتها ايه؟ خامات الشيك فاري لها اكتر من نوع الخام. يبقى لو عندي الماتيريال طيب انواع الخامات بتاعت الشيك فاري، الخامات عندي منها خشبيه ومنها معدنيه ومنها خرسانيه. يبقى الشيك فاري ماتيريال هم ثلاث خامات المستخدمين في اي حاجه عندي. يبقى خامات خشبيه رقم واحد وود، رقم اثنين ستيل، رقم ثلاثه ار سي اللي هي فورس كونكريت. هل الخشبيه كلكم شفتوا الاستخدام للشيك فاري الخشبي؟ لو اي حد بيتعمل صرف جديد في مدينه او بيتعمل شغل سانيتري بتاعي يعمل ترانش كده عرض متر متر ونص، وقبل ما يبدا يحفر يدق الواحد في مروحه بطء بتبقى عرضها بتبقى 5 سم والطول بتاعها يبقى حوالي مثلا 20 سم او حاجه، الدق راس اظن كلنا شفنا دي. دي برضه اسمها شيك باي سلكيه خشبيه. التصميم اللي احنا بنقول عليه النهارده في الاول استخدام نوع الستاير الخشبيه. الستاير المعدنيه القطاع بتاعها في البلان، وهنبص بلان لها قطاعات بالمنظر ده ماشي. حتى في شكل هنشوفه برضه كل القطاعات المتاحه اللي فوق دي اللي هي الخشبيه برضه. لا انقر تبع اللي فوق دي الوصلات الخشبيه بنقالها بنسميها لسان او ساعات كده اسم كده تالت في السوق بيسماها العاشر والمعشوق. بتبقى داخله بالمنظر ده ويجيب جزء تاني من لوق اللسان طالع كده ويبقى داخل كده عشان يعمل كونكشن زي المنظر اللي قدام حضراتكم اللي فوق ده. دي كلها ستاير خشبيه. ساعات برضه واحنا بنعمله لازم ممكن يبقى له جزء مدبب عشان التسهيل الدق بتاعه تمام. دي طريقه التركيز. اما بالنسبه للمعدنيه هنشوف كذا قطاع ليها برضه الستاير المعدنيه ويمكن حضراتكم شفتوها في السوق كتير. دي الستاير المعدنيه بتبقى عباره عن قطاعات حديديه ولا اكس شيت ولا في داتا شيت تقريبا بوزعها عليكم لو عرفت نكمل خطوات التصميم بتاعها. يعني في قطاع بالمنظر ده، في قطاع كده، في قطاع برضه على زاويه قايمه، وفي قطاع ممكن يبقى عندي بالمنظر ده حق زير مكمل بريشه. قطاعات كتير. الفكره ايه؟ ان انا بجيب قطاع زي ده بيبقى عرضه ايه يا جماعه؟ المسافه من هنا لهنا بتتراوح من 20 ل 40 سم تقريبا ماشي؟ فانا بجيب جزء كده واجيب الثاني بيدخل جزء ده مجوف وده بيجي بيتشكل مع بعض بنفس الطريقه دي. ونكمل قطاعات لغايه المسارات اللي انت عايزها او الاطوال الطوليه اللي انت عايزها في البلاد. يبقى قطاع راسي لو هتيجي الشيب فاير قطاع راسي بالمنظر ده واطواله من 6 متر لغايه 12 متر زي اطوال الحديد. يعني ده الكروس سكشن، ده البلان بتاعي. اي كروس سكشن من اخبار قطاع في البلاد ماشي؟ اما بيبقى هو معمول على الصدور ده بالاطوال اللي حضرتك عايزها. اقصى اطوال موجوده هي 12 متر عشان الكاريرات واللي يقدر يمشي في الشوارع. بس لو حضرتك عايز 18 عايز 20 مضاعفات السته مفيش مشكله، واي اطوال مفيش مشكله، لان ده قطاعات حديديه ممكن حضرتك تقص منها وتطول وتكمل القطاعات ببعض. تمام؟ هي ده بالنسبه لي تخيلت شكل القطاع الحديد بتاع الشيك فاير. يبقى هي دي الوضع بتاعها، ده كل ده في البلاي كروس سكشن القطاع بتاعه. انما هي عباره زي اساس الحديد، بس اساس الحديد بيبقى الاير كتره 2 لينيا 3 لينيا 4 لينيا، لا كروس سكشن ده ايه؟ لا ده كروس سكشن بالمنظر ده. تمام؟ ويجي في البلان بقى، يعني مثلا ده قطعه ارض هي حضرتك في البلان 20 متر سي مثلا في 30 متر. بتحط الشيت فاير دايما موجود كده بالدقه هنا. لو خدنا جزء وكبرناه في البلان هيبقى بالمنظر ده. لو انا واخد الكروس سكشن ده ماشي؟ يبقى ده الفكره وبتوصلوا بعض زي ما قلنا جزء ببدايه عشان يعمل كونكشن. ده في البلان لو فكرناها بتلبس المسافه من هنا لهنا مثلا تخش لها في متر متر و10 او اكتر. خلاص؟ يبقى ده لو كبرنا الكرسي كده كبرناه هنلاقي الوضع الشكل كده وبيبقى معمول دايري حوالين الموقف. ممكن القطاع زي ما قلنا ممكن ده
ممكن ده ممكن ده ممكن اي شكل من الاشكال اللي قدامك ماشي. لو احمال كبيره لو احمال كبيره الاحمال الكهربيه مش شرط اوصلهم ببعض كده لا ممكن العكس ممكن يبقى واحد كده والتاني يبقى بالمنظر ده اعملهم عكس بعض يزود الانيرشيا يزود الكروس سكشن مودلس اللي هو زد ماشي يعني ممكن اوصلهم مع بعض كده في الفلاب او ممكن اتلف لما تتلف العصب بيزيد الكفاءه بتزيد وده حسب التصميم اللي هنشوفه برضه ايه بعد شويه ماشي. يبقى انا جايبين شفنا الماتيريال يا خشب يا حديد يا خرسان او شفنا الاثنين عشان نتخيله طبعا للاسف انا جايب لكم فيديو وصور بس هيبقى المحاضره الجايه لطريقه التنفيذ وكل ما اتعرض للشيب بارت. طيب بالنسبه للخرسانه الخرسانه ممكن تبقى عباره عن سيجمنت حوالي 60 سم او متر والحوالي بتتعمل فيها كونكشن بينهم وبين بعض وبتتسلح كحديد ببساطه شكلها زي الوضع اللي قدام حضراتكم ده الشيب بايل الخرسانيه غير الخوازيق الخرسانيه. يعني الشيب بايل الخرسانيه لو بتاخد جزء من لو مثلا دي كلها خرسانه جزء من الكابور زي ما قدام حضراتكم هي عباره عن حائط بيبقى عرضها من 20 مثلا ل 50 سم والحائط مستمره ومتسلحه حديد او معموله كونكشن كده مع بعض نفس القصه جزء حديد وجزء خرسانه عاديه. يعني جزء نعمله حديد وجزء خرسانه عاديه. ده لو هتستخدم شيب بايل خرسانه. في جزء بيدور في ذهن معظم الناس اللي قاعده وسؤال عايزين يسالوه امال ايه اللي احنا في المواقع بنشوفه خوازيق كده جنب بعض كتير. دي اسمها دي الاستراوس ماشي او بنفس الكلمه العربي استراوس. خوازيق خرسانيه وساعات بيتخللها خوازيق من ماده بنتونايت عشان الميه دي برضه هنشرحها في نهايه المحاضره. يبقى في نوع ده نوع تاني. كل ده برضه تحت مسمى الشيب بايل. يعني كل ده شيب بايل. كل اللي بنتكلم بما فيه دول، دول برضه شيب بايل. بس دي ماتيريال بتلزق لخوازيق اسهل لان موضوع حوار الخرسانيه بيبقى مرهق وصعب في التنفيذ. فبدلنا نستبدل الحوارات الخرسانيه سيجمنتس نستبدلها بخوازيق خرسانيه وبيتخللها خوازيق من ماده البنتونايت. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك بننفذ الاول خوازيق بنتونايت في قطر مثلا من 20 لغايه 40 سم ما بتصيرش عن 40 وده البنتونايت، البنتونايت عباره عن ماده جاريه زي الاسمنت، ماده لونها اصفر. الماده دي لما بتحط عليها ميه بتحرك بتمنع من نفاذيه الميه. بستخدمها امتى؟ لما اكون عايز استخدم عدد قليل من الخوازيق الخرسانيه وفي بينهم مسافات. يعني في سيستم تاني ان هي كلها خوازيق خرسانيه بس متلاصقه مع بعض انا مش محتاج الماده. الماده البنتونايت بعملها امتى؟ لما يكون عندي في فرق بين الخوازيق الخرسانيه فبدل ما تعبي ميه فهم عاملها بنتونايت. ففي التنفيذ ببدا بالبنتونايت الاول بحفر الخوازيق زي ما الدكتور عادل شرح لكم بعمق تتراوح 4 متر والجانب 15 متر العمق اللي انت عايز حسب تصميمك حسب المنسوب الميه حسب الديزاين او الكونديشن ديسك بتنفذ الماده بتحفر الاول وتقوم شايل الكريمه وتقوم صابب الماده جوه الخزون. الماده عباره عن بنتونايت الشكاير لون اصفر بيتحط عليه نسبه من الاسمنت ونسبه كمان من الماده الخاصه ونحطها ونفضل نحدد اماكن البنتونايت. نيجي بعد كده ننفذ خوازيق الخرسانه. الخرسانه بناخد جزء من البنتونايت هنا وجزء من البنتونايت هنا عشان اطمئن ان في تداخل ماشي عشان الميه ما تدخلش معايا. يبقى اصبح الجزء ده كله ده خرسانه. بتنفذ امتى؟ بعد ما اخلص البنتونايت ماشي؟ ابدا انفذه وابدا في الحديد بتاعي اللي انا عامله ماشي وده هو الخوازيق الخرسانيه ويحصل اوفر لاب من البنتونايت والخوازيق الخرسانيه. ده سيستم السهل اللي هو موجود دلوقتي في مصر. ده اليوزابل ده الارخص. هو ده ارخص من ده؟ لان الحديد دلوقتي غالي جدا. يعني ممكن نستخدم ده ونستخدم ده؟ ولكن السؤال هنا عشان الناس الشاطره اللي هتطلع الشرط التنفيذ تبقى فاهمه. استخدام الخوازيق الحديديه دي يفضل استخدامه في مناطق مثلا صحراويه. في مناطق مفيش فيها جيران، دي مفيش فيها جيران يبقى لازمتها ايه؟ لازمتها في اعماق كبيره. احفظ 8 متر احفظ 7 متر لو ما تناسبش مع الجار بتاعي او حدود الحفر هتزيد عندي. فانا عايز اعمل حدود حفر قائمه وعايز
فنفس القصة بقى السرد دي يبقى استخدام الفواتير الحديدية ما ينفعش استخدمها ونص السفلية ونص أماكن السفلية ينفع ليه برضه؟ لأن طريقة تنفيذها بتنفذ بريفت بالدقن وانت خدت في الماتيريال والسؤال المهم كان الدكتور عادل بيسألهولك ان الفواتير دريفن فايل يعني ده بيفضل استخدامها في المناطق السكانية عشان النويزي والمشاكل والضوضاء اللي بتعملها بتعمل قلق فانا بستخدمها في المناطق الصحراوية في مصانع في كذا كذا في الكبائر بعيدة فالشيت فايل الستيل يستخدم في المناطق دي فعشان كده ما بيستخدموش في المناطق السكانية طب البديل اللي قدرنا نستحدثه هو الشيت فايل ستراوس تمام ونفس خطوات تصميم نفس الاستخدامات يبقى احنا كده قضينا الجزئيه المهمه انواع الشيت فايل من حيث الماتيريال طب ونيجي دلوقتي الايه؟ الستيب اللي استخدمه كان معنى علمه بس تزريع وتريفل وانك تقدر تشيله بعد ما نمشي خالص ده مكلف جدا فمعظم المنشآت اللي بتقول فيها ستيل يا اما سيبه يا اما اعمل له دراسه جدوى ان انا لو ماشيله تكلفه شيل ومع تكلفه داون هيبقى يبقى مفيد اقل من تكلفته كخام. ده هنعمله هنا ممكن تفوزيه طولها 6 متر 5 متر وخلصت المشروع مثلا ب 30 40 مليون جنيه ودول كلفوني 200 300 الف جنيه طب لما اجي اشيله هيكلفه 150 الف جنيه وهيبقوا استهلكه وهيبقوا باظ وهيبقوا دي دراسات بتتعمل ففي مشاريع بتشيلها تاني من الارض بعد ما بتقوم ومشاريع هم ضاحيين بيها ومسجلين ماشي دي كانت دراسه جدوى للمشروع ككل دي الجزئيه دي ولذلك بقى الاكل اهو ما ينفعش نستخدمها في المناطق السكانيه ما ينفعش دي في المصانع في بتاع في المنشات الكبيره نعملها طب لا الكوكا الفصيليه العاديه هتحصل على انهيار من ضغط التربه لان مفيش فيها تسليل متر كبير انما احنا كان بعتبرهم انا في السيستم في الخرسانه انا ممكن اقصى حاجه من 40 50 سم سبع خرسانه عندي والباقي كله حديد لو انت عايز تعمل ميكس بين الحديد وبين الخرسانه ايه اللي هيربطهم؟ يعني سمعت دول في قطاعات اتش بي دي غاليه جدا ماشي اتش بي غاليه جدا جدا غاليين دي الماتيريال بتاعها بتبقى سوق كبير 2 مللي 5 مللي 6 مللي اقصى حاجه سم دي بتوصل مثلا سوق بتاع 2 سم ونص فلو عايز نستخدم من دي هنوصل ايه الماتيريال اللي جنب اتش بي واتش بي هتبقى خرسانه ممكن تنهار لك سبع ارباع ماشي فدي افكار كويسه ماشي نفكر فيها بس ما حدش عملها بس لو افكار تفكر فيها وشفت تصميمها لما تمشي معاها في خطوات التصميم هتلاقي ديفكت او في مشكله يصعب استخدامها عشان تصميمها ليه؟ لان هي معرضه للستريس يعني نتكلم عن الستريس والاحكام بتاعتها دلوقتي ماشي طيب احنا سيبنا اتكلمنا عن مقدمه على الموضوع بالكامل واتكلمنا على انواع الشيت فايلز بالنسبه للماتيريال المستخدمه طب ما تيجي نتكلم على انواع البار انواع الشيت فايل بالنسبه للاستابيليتي او ثيوري اوف ستراكشر او النظريه الانشائيه من الناحيه الانشائيه. طيب خلينا يعني هنمشي المحاضره في هيئه مجموعه اسئله كده ونشرح الموضوع بتاعك. يبقى خلصنا الماتيريال هنيجي انواع الشيت فايل حضرتك بالنسبه لي ثيوري اوف ستراكشر او بالنسبه لبورتو ديزاين من وجهه النظر التصميميه. الاقي اول نوع عندي كانتليفر شيت فايل. النوع الثاني انفر شيت فايل. والانكر ده فيه نوعين فري اير كونديشن وفيكسد اير كونديشن يبقى عندك الشيت فايل من الناحيه الانشائيه كونتريفر عارفين كونتريفر ماشي كابولي تصميمه كانه كابولي كلكم فاكرين وعارفين الكابولي عندنا مثلا يبقى ده شغل الكابولي اللي عندي خلاص هي فعلا فكره الكابولي شيت فايل اللي هو شيت فايل كابولي بيستخدم في الاعماق القليله اما يكون بعمل حفر مش عمق كبير لا عمقه قليل وفكره الكابولي
ان حضرتك ده سطح الارض وده الفوق او الحفر الثاني مثلا على عمق اتش. فانا بعمل الشيب باير قدامي اهو حضراتكم ده بسميه كانتليفر. ليه كانتليفر؟ لان مفيش حاجه ماسكاه من فوق، هو ممسوك جوه الارض بالجزء ده. الجزء ده وليكن هنسميه ايه؟ يبقى البدن الدبس او الجزء اللي هو مدفون جوه التربه هنسميه ايه؟ تمام؟ طيب الجزء ده حضراتكم اول سؤال لينا في المحاضره من الخطوات الجايه ده كام؟ يبقى اول طلب عندي في الخطوات المره الدبس اللي هينزل كام؟ هو ده السؤال المهم. الوقت تقول يا باشمهندس الوقت حضرتك عندك حفر مثلا 3 متر ماشي؟ هتطلب شيب باير كام؟ هل يكون 3؟ لو تحصل 3 يبقى هنطلب شيت باير اكتر من 3. طيب اكتر من 3 بكام؟ هو ده السؤال المهم. يعني لو هما بيع النور معلوم فالستاتيكال سيستم بتاع الكانتليفر شيت باير بيبقى عندي بالمنظر ده، والمود شيب او الديفليكشن بتاعه حضراتكم بيبقى بالمنظر ده. يعني بيحصل عند نقطه دوران وليكن اسمها او، مش ده المود شيب او الديفليكشن اللي درسناه في سنه ثانيه؟ اعتقد في شكل مود شيب او الديفليكشن بتاع الكانتليفر سيستم. يبقى هنا، لان انت عارف حضرتك ان هنا ايرس بريشر وهنا ايرس بريشر، لان ده سطح الارض وده سطح الارض. فالايرس بريشر ده عندك ممكن سي يكون اكتف ايرس بريشر وده يكون باسيف ايرس بريشر ماشي؟ وهنشرح دلوقتي ايه الاكتف، هنفكر ايه الاكتف وايه الباسيف في فكرك في خطوات تصميمه. يبقى اصبح حضرتك اللي يهمني في الحاله دي كان 3 شيب باين هو النور شيب بتاعه كده بالمنظر ويلف حوالين نقطة الكورة. تمام؟ طيب في فيكسد ايرف كونديشن، فري ايرف كونديشن وفيكسد. طب الانكور شيت باير هو الشيت باير اللي بعمله انكور سيستم او بعمله نظام تثبيت اضافي الى نظام المكبوس المدفون من الشيت باير اللي هو حضرتك ان ده سطح الارض بقوم مزود له طار. وده بسميه الانكور شيت باير. يبقى الطار ده حضرتك بيتحط على عمق من متر لمترين حسب طبيعه التربه او حسب تماسك التربه اللي عندي. يعني لو التربه ارضيه يبقى مترين، التربه طريه ممكن متر، متر وربع او تربه يعني. ماشي؟ يبقى الانكرنج سيستم ان انا بقى الجزء الكانتليفر ده زاد عن قيمه اتش معينه اللي احنا بنوضحها، بنقول مثلا اتش دي بتبدا من 2 لغايه 4 متر ممكن اتش كانتليفر. أكتر من كده لا، لازم أنكر السيستم. ليه؟ لأن مثلا اتش دي سي بقت 6 متر 7 متر، هتيجي تعمل الكونتليفر بالطرق التصميمية التقليدية اللي هقولها لحضرتك هتحتاج طول كبير هنا عشان يمشي كونتليفر. يبقى أنا برضه كمهندس تصميمك عشان كلمة ديزاين أو جي ام ديزاين لازم يكون عندك الكون سيستم. ماشي؟ ما بقاش فرحان اسمي الكونتليفر العمق ده مثلا 4 متر قال لي محتاج 10 متر تحت. يبقى محتاج شيت باير طوله 14. مع العلم انت لو فكرت شويه ممكن الاربعه احط زيهم اربعه واقوم عامل شيت باير، الشيت باير ده يوفر لي ال 8 متر زياده على الحجم اللي هيتحط تحت. لان طبعا الشيت باير دي مكلفه جدا الكونستراكشن والانستوليشن بتاعها مكلف جدا. يعني بوصل حضرتك لو رحت النهارده على اليوتيوب كده او جوجل اكتب شيت باير انستوليشن او كونستراكشن فيديوهات كتير منها اللي هتجيبها لك في السوق تشوفها. ده بيوفر لي امبيدمنت لابس، يوفر جزء من اللي هيبقى مدفون داخل الطرق. يعني انت استخدم شيت باير لو طول الشيت باير زاد عن الحد المطلوب او القيمه الاقتصاديه فممكن استعرض جزء التصريفه الجزء الامبيدمنت ما يطلعش مني قوي واعوض عنه الجزء طار. ماشي؟ الطايره زي ما هي عباره عن روب او سيخ حديد قطره مثلا 4 سم 5 سم 6 سم، وده هنتكلم عليه بالتفصيل. وبيثبت الشيت باير بتون شامل هنتكلم عليه برضه بالتفصيل بعد كده. لو في نوع انا بتكلم ده ما ينفعش في كود الجراف. لو في نوع هتكلم عليه يعني ما تستعجليش بس ما يهمش طالما قلت لك لا. لو في نوع بستخدم استراب مكان ده ماشي؟ ما نستعجلش، هقول لك كل حاجه والله ما تخافش مش هسيب. فاحنا بنتكلم دلوقتي انت بتستخدم الطار لما يكون الطول اللي مدفون بيبقى كبير. ماشي؟ طيب حضرتك دلوقتي انا عملت الطار، ايه اللي تقول لي ايه يا دكتور اللي انت بتقول عليه؟ ايه فري وفي ايه فيكس؟ ده تو ستاتيكال سيستم بستخدمهم لما يكون عندي طبيعه الارض مختلفه.
لو الارض ضعيفه سوفت كلي او فري او مثلا اللوز ساند او ميديوم ساند تبقى الارض ضعيفه، يبقى طول الجزء اللي مدفون جوه الارض ممكن ما يكونش مثبت كويس جدا، فبتلاقي ان عندك تو ستاتر سيستم او ستاتر سيستم مع حضرتك اللي هو فيه طال خلاص اتفقنا، بس بتلاقي فيه نقطه كونجنت شكل المود شيب او شكل الديفليكشن بتاعه بالمنظر. يبقى الارض اللي عندي ماشي عامله فيكسيشن للشيب بايل، الارض ضعيفه. طيب لو الارض عندي قويه يبقى فيكس شيب بايل اللي هو الستاتيكال سيستم مع حضرتك اللي عندي، بتلاقي ان النقطه دي انت مفيش فيها اي ريفليكشن، الارض ماسكاه وبدا الشيب بايل يوصل للمنظر. يبقى الفرق بين ده وبين ده هو الجزء اللي مدفون، يا اما ما حصلوش ريفليكشن حصل له ريفليكشن او ما حصلوش ريفليكشن. ده الفرق بين الفري فري ايرث كونديشن والفيكس ايرث كونديشن. هل يعني ممكن الناس تقول طب امتى تبقى كده وامتى تبقى كده؟ حسب مرض التربه. او اذا قلنا لك في المساله او اذا قلنا لك في الامتحان ده في ايرث كونديشن او فيكس ايرث كونديشن. دي لها خطوات تصميم ولها نظريه انشائيه ودي لها خطوات تصميم ونظريه انشائيه. ماشي؟ طيب هنتكلم على خطوات التصميم بقى. خلاص احنا عرفنا الانواع من حيث الماتيريال وعرفنا استخدامات الشيب باير وعرفنا الانواع من الناحيه الانشائيه ستراكشر ديزاين كونكريت. ماشي؟ من وجهه النظر الانشائيه. طب ما تيجي نمسك اول نوع حضراتكم ونبدا نصممه الا وهو الكانتليفر شيب باير. خلاص هنشتغل على الكانتليفر شيب باير. بداية الشرح هتبص ده واضح شويه عن هنا ولا عادي على الصفرتين؟ ممكن نولع النور طيب يا دكتور؟ خلينا هنا نولع النور بس. نعم؟ النور. طيب ممكن النور لو سمحت لو حد عارف مكانه. ماشي. اي حد عارف دلوقتي الكهرباء ولا مش محتاجينه؟ مش هياخد الصور دي، ده هو جايب الصور بس بسيطه. طيب ايوه كده يا جدعان في فرق شاسع. هيبقى مني فين؟ من هنا لغايه هنا
فاحنا قلنا السنة فاتت لو لقيت الحيطة بتبعد يعني تربة يبقى أكتف ستيت، لو الحيطة داخلة على التربة ضغط عليها يبقى باسف ستيت. ماشي؟ يبقى احنا عارفين ان من سطح الارض لغاية هنا أكتف، ومن سطح من هنا لغاية هنا باسف، ودي باسف ودي أكتف. للتسهيل أو نحطه بقى للكام عشان نحط شوية ثوابت، تعرف تصمم هنهمل الجزء اللي بعد نقطة الانقلاب أو الثورات من الحسابات. ليه؟ لأن أنا أكتب هنا أكتب وأكتب هنا بس وبعدين هنا بس وبعدين أنا أكتب هتلخبط في أول حاجة هتشوفها الحسابات. خلاص؟ يبقى لو تيجي ترسم الإرث بنشرب بقى سهل ولا لا؟ بقى سهل. إيه المجهول؟ كل حاجة معلومة ما عدا الدي نقطة صح؟ طيب ما تيجي نحسب الدي اكتب فاكرينها ولا ايه؟ واحد فاي ساين فاي على واحد فاي ساين فاي يعني بتساوي ايه؟ تربة. الدي بس بتساوي ثلاثة. حد شو اللي جات منين؟ خلاص؟ طيب يبقى حسبنا الاكتب والبس. نفكركم برضه بالسيجما اكتب فاكرينها؟ السيجما بس في القانون بتاعها رقم في الاتش في الدي اكتب ناقص 2 سي جذر كي اكتب، والرقم في الاتش في الكي بس زائد 2 سي جذر كي بس. صح يا شباب؟ يبقى انا كده حضرتك فكرتك في القانون بتاع الاكتب والبس. ما تيجي بقى نحسب الارث والبشر ونرسمه. الارث والبشر الاكتب عند سطح الارض بكام؟ قانون اهو بصفر عشان السيت ايه؟ بصفر. لذلك انا كده استسهلت الموضوع ان انت مفيش كليه، لو في كليه هو اللي بتعمل ايه؟ يبقى هنا بصفر، لو خدنا بيضا يبقى دي بصفر. طيب هنا السيت مأكد هنا بكام؟ جامو في اتش زائد دي نوت، ما عادش اتش بقى، جامو في الارتفاع ده كله اللي هو اتش زائد دي نوت. ماشي؟ اللي هي هنا اهي جاما في الاتش زائد دي نوت مضروبه في طول صح؟ ناقص 2 سي وسيب صفر خالص. يبقى هنا الهرس البشر الاكل مع حضرتك رسمته طلع هنا جاما في اتش زائد دي نوت في طول. طب ما تيجي نحسب الباسف عند سطح الارض هنا بكام؟ ناس هيك فوق بالصفر. طب هنا عند الدي نوت جاما في الدي نوت جاما في الدي نوت بس في كي في تلات اللي هي كي بس صح؟ وده اتجاه الاستريسس كده عشان ما حدش ينسى الاسم ما ايه. طيب الخطوه اللي بعد كده ما تيجي تجيب الاكتر بشر فورس، الفورس نفسها ده سهل خلاص. ما تيجي تجيب المحصله ارتفاع هنا على بعد كده المحصلة تلت اتش زائد اتش زائد دي نوت على تلاتة على تلاتة، والمحصلة دي على ارتفاع كام؟ تلت دي نوت اتش سوري دي نوت على تلاتة دي نوت على تلاتة، ودي البي باسف ودي البي اكتف. طب ما حضرتك هنا سهل البي باسف بكام؟ نص في نص الكعبة في ارتفاع نص في دي نوت دي نوت في ثلاثة ها في دي نوت على ثلاثة يعني بتساوي ايه؟ دي مع دي يعني نص جاما في دي نوت تربيع صح يا جماعة؟ ولا سدس؟ ده جت الثلاثة ما جتش الثلاثة راحت مع الثلاثة. طيب الوحدات اوعى تنسى هو مفيش واحد في المسألة بس لو انت في الجامعة لو بتطلع المتر بتاعك فدي بتطلع على المتر صح؟ ولا على المتر؟ دي فولس طلع على المتر طول ليه؟ على شريحة واحد متر معمولة على السبوت عشان وحدات المسألة اللي له وحدات مش هنبصلها ماشي؟ أما الوحدة بتاعتي إيه؟ طلع على المتر مربع الوحدة بتاع الفولس طلع على المتر الطول. طيب البي اكتف البي البي بس البي اكتف بتساوي ايه؟ نص في جاما في الاتش زائد دي نوت تبقى واحد على 18 على 3 في الارتفاع. الارتفاع كام؟ اتش زائد دي
دي نقطة، يعني هنشيل ده ونحط هنا ترتيب. محدش يقرا قدامنا مسألة سهلة، افهم قبل ما تكتب، افهم معاك وخلاص. ماشي؟ وفي زمايلكم بيصوروا بشوف الفيديو عادي. فافهم المسألة. يبقى احنا كده في حاجة ناقصة هنا؟ في ثلاثة ناقصة؟ نعم؟ في ثلاثة متأكد؟ نص القاعة بتاعتي لو ما قريتش الديتا دي نص على ثلاثة. المهم حضرتك توصل تجيب لي كلمة الدينو، وبعد ما تجيب لي الدينو
اللي هي بتساوي 1.2 دي نقطة. ليه؟ لأن حضرتك أنت لسه هو ما شفطتهاش. إحنا اللي محتاج فيه كفة التبس الكلي. فأنا افترضت أو العلماء اللي اشتغلوا كده أو من الأبحاث إن على نقطة الانفراد تقريب بالتام على قوة 20% من الجزء اللي مدفون. فإحنا بنعتبرها على قوة 20%. ماشي؟ يبقى دي نقطة مهمة. أنت عايز تجيب كلها، أنت عايز تطول كل المدفون، يبقى تزودها 20% في 1.6. كده أول سؤال أجبناه، وأهم سؤال اللي هو إيه حضرتك؟ إن إحنا قدرنا نجيب عمق الشيل بايب اللي أنا محتاجه اللي هيتفق ده. طب لو طول الشيل بايب كله، يبقى دي زي خطأ الناس بتقوله. لما أنا أقول لك طول الشيل بايب كام؟ لو عملت الدكتور 3 متر وتقول لي ده 3 متر. أنا بنفس من فوق ما بنفس من تحت. ده سؤال مهم، سواء في الوقت الأسبوعية لما تتخرج أو سواء في مسألة امتحان أو سواء في الجامعة. طول الشيل بايب لما يطلع يبقى ما تفرحش تتطلع في كل هو الدي. لا، الشيل بايب كله ماشي؟ ده تصميم الشيل بايب يا جماعة. لسه باقي معانا جزئية صغيرة خالص خالص إن هي عايز تقطع الشيل بايب نفسه. هو الواحد خطوات التصميم أو خطوات الحسابات. دلوقتي جبنا طول الشيل بايب. هل ذكرنا هو خشب ولا حديد ولا ستيل؟ دي كلمة ماتيريال بتتحط بتنزل هنا عشان تبقى ستيبل محتاجة الطول ده. طيب الكساء كروس سكشن بروبورتس خصائص القطاع نفسه عايز اجيبها. يبقى خصائص القطاع نفسه محتاجة تنصيب. ده محتاجة الستريس بتشيل ستريس المخرج والشير والنورمال بتاع القطاع. ماشي؟ لما اجي اصمم عمود او حيط او سقف في قطاع يبقى انا محتاج المومنت اللي عليه زي ما احنا متعودين وطلع المومنت. طيب انا عشان اجيب مومنت على الشيت بايل قدامي ده انا محتاج اقصى مومنت. وعشان اجيب اقصى مومنت بيحصل عن الزيرو شير. طب انا عايز الزيرو شير مكانه فين؟ فوق خالص. من الخضراء الموضوع ما هوش ستراكشر ما تخافش مش هوديك بعيد عن الستراكشر. انا هكلمك بطرق بسيطه. ما عارفين الناس كتير مثلا لسه ما قريتش الستراكشر وشايلها اكيد ناس تسعه. فالزيرو شير يا شباب مكانه فين من الخضراء في المنطقه دي؟ الزيرو شير مكانه فين؟ ركزوا معايا في المنطقه دي على بعد ايه؟ على بعد اكس من هنا. سميها على بعد اكس. ماشي على عمق اكس. ماشي؟ اللي هو بس عنده الماكسيمم مومنت. يبقى عنده النقطة اللي كان فيها هو مرة واحدة واللي ما فهمهاش يرجع ولا بدري. يبقى عنده الزيرو شير شير ستريسس كده ستريسس كده. يعني الشير بيساوي صفر. يعني سمشن القوة اللي جاية كده بيساوي صفر. يعني على عمق مسافة اكس الارث بريشر اللي جاي من هنا مع الارث بريشر اللي جاي من هنا مجموعهم متساوي قيمتهم متساويه والاشاره مختلفه. يعني عند النقطه اكس ده اهي البي بس بتساوي البي اكتف. يبقى هقولها مره واحده واختبر ذكائك بقى بعد وقت. هشيل البي نقطه دي هنا واحط اكس واشيل البي نقطه هنا واحط اكس واساوي الاثنين ببعض اصبح ايه مجهول؟ اكس. طب لما اجيب اكس بتمثل ايه النقطه دي؟ شير. وبتمثل ايه؟ ماكسيمم مومنت. ارجع اقول جايب الماكسيمم مومنت عند نفس النقطه اللي على بعد اكس اللي هي المعادله دي اصلا مش مظبوطه بس بدل ما احط مكانها دي نقطه احط ايه؟ على شمالها طالع برضه. وهنا النقطه تطلع بصفر. اوعى ده في تمثيل. المومنت هيطلع بقيمه اللي هو ايه؟ اللي احنا عايزينه. يبقى هي نفس الخطوتين احنا فصل بيهم عشان كده والمومنت اللي هيجي يبقى اقصى مومنت على القطاع عايز اجيب الزد كروس سكشن مودلس لو فاكرينه بيساوي المومنت على الاف. اف اللي هي الستريبس بتاع الماتيريال بتاع الستيل اللي هي مثلا 1.4 على سنتي متر مربع. يبقى انا كده جبت كروس سكشن مودلس. هجيب الكروس سكشن مودلس والجدول اللي قلت لحضراتكم عليه شويه هيتوزع عليه او هتلاقيه على النت اللي هو قطع شكل القطاع ده اللي هتستخدمه في القطاعات اللي عرضت بنص ساعه تقريبا فاكرينها؟ يبقى كل قطاع عنده الزد بتاعه كل قطاع جنبه الزد اللي هيتطرق.
اخر ست قطاع عند حضرتك هنا هتعوضها في قطاع، بس اياك وانت تنسى ان المومنت اللي طالع ده على المتر طول العمود على السطور، والست دي هي على المتر طول العمود على السطور، يعني الست دي كروس سكشن بتاع الماتيريال المتر كامل، ماشي قطاع صغير، وده شغل ستيل، وهنكمله بقى الاسبوع الجاي، فهنستخدمه، هتعيد كل اللي قدامك، وبعدين هنخش كده على